السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. هذا الفرن منه فران منه فرنو، انتم كتشوفوا الثمن ديالو 300 درهم. مولاتو كاينه في سلا، واللي بغاه يتصل على مولاتو هي 06 22 82 88 54. مولاتو كاينه في سلا، انتم الفرنو فيه 4 ديال الفرنوات، من الفران من التحت انت ديال الزاج، ومن التحت يمكن لكم تخشيو الطاوات تما كاينه تخبي. وهذا ناموسيه صغيره ديال الدراري الصغار، مولاتو طالبه فيه 400 درهم. كاين نفس لا، رقم التليفون ديالها 06 72 42 29 40. وهذا بوسيط عاوتاني، مولاتو حتى هي كاينه في سلا، واللي بغاتو اتصل بالنمرة التليفون ديالها هي. هانتوما هما جوج، كاينه هذا ديال الكروسه هادي بوسيط، وهادي ديال الطوموبيل شتوها، طالبه فيهم 850 درهم. وهادو بلاطوات ديال الحلوه، واحد في الدوغي ابيض واحد في الدوغي اصفر، الثمن ديالهم 280 درهم. وهادو حتى هما هانتوما شوفوهم كي دايرين، هادو مخدومين باليد ومنبتين بالحجر وداكشي، الثمن ديالهم بثلاثه. ها هو العبار ديالهم 35 على، وكاين وحده فيه 30 وحده فيه 25، الثمن ديالو 300 درهم. وهذه تقشيطه ديال واحد السيده، حتى هي كاينه في سلا، حريريه ديال الحرير. انتم راه غير منين جابتها ليا كنت مخلياها في الصاك اللي جابتها ليا، وتكمشات ليا شويه. انتم شوفوا كيفاش دايره، راه في الكري، كري بارد والكحل، دايرها بالصقلي الحر في الدوغي ابيض. هذه الصايه ديالها كتلبس فوق من هذاك القفطان، كتلبس القفطان هو الاول، وكنلبس وكتلبس هاد الصايه من فوق منها، عاد كنديرو فوق من هاد الدفينه باش كتجي هاد الصايه كتجي باينه هكذا. القفطان تيكون مثلا تتخلفي هكذا كتبان لك القفطان من التحت وعليه هذيك الصايه، وعاد من فوق منهم الدفينه ديالهم. الدفينه ديالها تاهويا حريري تاهو زوين. هاد التوب هذا جايبينو من السعوديه، السيده غير لبساتها مره وحده، ولكن ما بقاتش صافي، كان الصيف وما بقاتش لبساتها، ولكن منين جا عاوتاني البرد وداكشي من جات الصيف عاوتاني لقاتها غلاضت عليها ما جاتش قدها. هاي الدفينه ديالها شتوها كي دايره، شتو الخياطه ديالها، يعني عاديه وبسيطه. وهذا البسيط هو اللي كيبان، اللي كيبقى ما كيدي مونداج كاع. هي هادي انتو العقاد ديالو باقين قاصحين وباقين مزيانين، يعني ملي كتكون الحاجه قديمه كيبان هاد العقاد تيبانو صافي طايحين هكا سخفانين، كما تنقولو دائما تنقولو سخفانين. هانتو نقيين ماشي مسخين ولا شي حاجه، نقيين. راكم عارفين ملي كتكون الحاجه مصبنه ومعاوده ومعاده، سميتو العقاد ديالهم كيكونوا طايحين. التوب راه زوين صراحه، التوب زوين، ولكن انا ما جاتش قدي، كون جات قدي كون خديتها، ولكن انا شويه عامره عليها ما جاتش قدي. هذه الصايه ديالها انت هي مخيطه مزيان، مخيطه في نفس الخياطه ديالها، ومن الفوق كاين من جهه السمطه كاين لاستيك باش تجي مع الواحد الا كان عامر ولا هذا على قدها. مولاتها كاينه حتى هي في سلا، والثمن ديالها 300 درهم. تنفكر الثمن 300 درهم. اللي بغاتها اتصل بيا على النمره ديال التليفون ديالي انا، غادي نحطها في العنوان، واللي بغاتها تواصل معايا وديك الساعه نبيعها، لان جابتها ليا باش انا نصورها، انا بغيت نصورها، انا كنلبسها وندير، ولكن ما قداتنيش، ما قداتش بنت خويا اللي قداتها، بغيت نجيبها باش دير ساعه ما كايناش.
هانتوما راه مخيطه باليد، الخياطه ديال اليد شفتوها، خياطه ديال اليد، يعني شي حاجه اللي صراحه زوينه والله. هانت اللي عجباته بغاها، بغات زعما بغاها، ها هي هذيك بغاها تنتلف. يتواصل معايا على نمر التليفون وغادي نهضر معاه، ديك الساعه اللي بغاها راه غادي يجي ليها. وهذا الثوب ديال ديرو قفطان ولا تكشيطه ولا الفينه ديالو، ديرو قفطان ولا المهم هذا جديد، بغا يدير ليها الفينه ديالها يدير عليها جديد هذا. المهم ها انت الثوب ديال القفطان غزال، هي قالت لي راه صار ولا تطلب فيه 500 درهم ولكن ما عرفتش الثوب ديال القفطان غزال صاري. نتوما شوفوا الثوب ديالو غزال، يعني كيجي في القفاطر بالنسبه للعرايسات هذا غيجي واعر، حتى اللوين ديالو زويون في الخضيطر هذا. ها انتم ملبت بهاد الحجيرات. المهم الثمن راه قابل للنقاش، ها انتم مطروز طرز زوين كله منبت بالاحجار، ها انتم لي زيستراس تاع هما منبت بالحجر والعقيق. هذا التوار صراحه يليق للعريسات، مولاته طالبه فيه 500 درهم اللي بغاتو، راه مولاتو هي اللي جابت لي السيده اللي بغاتو. تواصل معايا على الرقم التليفون ديالي اللي كنت متفضله نحطهم ولكن انتباهتني حطيتهم ما نقدرش نقول ليها لا. المهم اللي عجباتو شي حاجه ما غنحطهم، اللي عجباتو شي حاجه غنوصلها للسيده، لان انا جابتهم ليا دابا، انا اللي صورتهم جابتهم ليا باش انا نصور ها انتم فيه وننزلهم. ها انتم منبتين الثوب كامل منبت هكا مرشوشه ترشيشه ترشيشه ديال الستراس، غير مرشوشين ماشي عامر كامل، المهم غير مرشوشين. ها المهم نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش لاول مره تدخل القناه ديالي ما تنساوش ليا الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس. انا ما عرفتش صراحه ما عرفتش الزيت ما حطاتش الثوب ديال ما تبخلوش ليا ديالو ولا هو اللي كاين هادشي اللي كاين. وشكرا لكم بزاف بزاف، واتصل بالنمره اللي غادي نحط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشكركم على المتابعه. ياخذها صافي نحيد الصوت، نحيد الصوت نعاود.